هو اجتماع دوري، الاجتماع السنوي بنسميه اجتماع الهيئة العامة السنوي، اللي بيتم من خلاله تقديم التقارير الإدارية والمالية للسنة الفائتة وتقديم الخطة للسنة الحالية. الاجتماع احنا ببالتريد دائما بنعتمد على شكل إداري منظم، وفي عنا شركات تدقيق تدقق على جميع التقارير المالية، وبنفس الوقت مجلس الإدارة بيقدم للهيئة العامة التقرير الإداري لإنجازات العمل خلال السنة الماضية وخطة الإدارية وخطة العمل للسنة هاي لإقرارها من الهيئة العامة. جميع البرامج اللي حيتم لتقديمها للسنة الماضية تركز على ما تم تقديمه للدفع باتجاه تطوير الصادرات. بصرنا انه اعلن بانه كان حجم الصادرات بالسنة الماضية كان في تقدم نوعي، زادت الصادرات الفلسطينية بمعدل 7.5%، وحتشوفوا في التقرير الإداري حيتقدم بعد لحظات، وما سيتم تقديمه للتقرير الخطة العمل لسنة 2014 كله مركز على تطوير الصادرات. بالمقابل اهم حدث حصل خلال الفترة الأخيرة اللي هو الاتفاق مع الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للصادرات، اللي من ضمنها اتفاق كامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام على خطة العمل لتنمية الصادرات. كانت سنة خاصة بصراحة السنة الفاتت، أولاً لأنه بالتريد في إعادة هيكلة لبرامجها وحطت خطة لثلاث لخمس سنوات قادمة لدعم الصادرات في فلسطين، حطت استراتيجية بالتعاون مع الحكومة، مع السلطة الوطنية، مع وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى خاصة اتحاد الصناعات والغرف التجارية. وهي الخطة أنا بتقديري الاستراتيجية هي اللي حتنظم عملنا. يعني منذ إقامة بالتريد من 99 وحتى الآن إحنا بنحكي عن 15 سنة لم يكن هناك استراتيجية عمل متفق عليها مع السلطة ومع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى. الآن لدينا هذه الاستراتيجية، هناك جهات تمويلية داعمة ستدعم الاستراتيجية وتطبيقها، فلن يكون هناك عقبات أمام تنفيذ هذه الاستراتيجية سوى ما لا نفعله أو نفعله نحن والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى. فإحنا فخورين بإنجازاتنا خلال العام اللي فات، وتقديري أن هذا الاجتماع سيكون اجتماع يعني يبشر بانطلاقة جديدة لبالتريد في موضوع تنمية الصادرات في فلسطين. المركز مرجعية رئيسية ومصدر أساسي للمعلومات في العديد من هذه اللجان.